مساء الفل والهنا على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم درتين والراجل. هيكون معكم النهارده شيماء البدري وشيماء الرشيدي. اهلا شيماء. اي ازيك يا شيماء، عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا بالساده المشاهدين، وباسف جدا على صوتي، يعني مريضه. التقلبات الجويه اللي انتوا عارفينها الايام دي يعني مش مخليه الواحد في اي حاجه. جو الايام دي بيفكرني بالرجل المصري، ما تعرفش هو عايز ايه. يا ابني انت بتحبني وبتهتم بيا ولا بتتجاهلني ولا ايه؟ طبعا النهارده مش موجود معانا راجل. اقول لكم على سر، خلعناه. والله خلعناه، مش بيهتم بينا. وعشان كده موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم فيه عن الاهتمام والاهمال في حياتنا. الاهتمام والاهمال كلمتين متشابهين في الحروف، لكن لكل واحد فيهم تاثير على القلب، خاصه في حياه المحبين. الاهتمام هو روح وحياه الحب. الاهتمام الزايد والاهمال الزايد بيؤدوا لنفس النتيجه، وهي خساره اشخاص احبناهم في حياتنا. يعني الاهتمام مطلب ولا يطلب؟ اكيد الاهتمام ما بيطلبش. عارفه الأسوأ ايه بقى؟ حاجه ان هو في اول العلاقه بيبقى بيهتم بيكي، بقى على طول بيسال عليكي، على طول بيكلمك، وبعد كده في الاخر خلاص، يعني بعد ما خلاص بيضمن وجودك ما يعني احنا كده عايزين نعرف ايه اسباب بعد ما يكون الراجل مهتم باول العلاقه بعد كده بيرجع في اهمال؟ ضمن وجودك يا ماما، ضمن وجودك. يعني قصدك الاهتمام الزايد، الاهتمام الزايد بكل تفاصيل حياته هو اللي بيؤدي الى الاهمال؟ اه طبعا. طيب الحل ده ايه؟ في اهتمام ايجابي وفي اهتمام سلبي، وهو ده عنوان حلقتنا النهارده، الاهتمام الايجابي والاهتمام السلبي. يعني قصدك الاهتمام الايجابي بيعمر، الاهتمام السلبي بيدمر. يعني التجاهل، نقول التجاهل الصحي اللي هو فيه ما فيش اهمال قوي ولا فيه حب قوي، هو ده اللي بيؤدي للنتيجه الصح، اللي هو بيؤدي لدفء العلاقه وتفاعل المشاعر ما بينهم. بالظبط. وهو على طول هو يعني هو ضمن وجودها، علشان كده بقى يهملها. واسوأ حاجه البنت بتعملها العبارات اللي بتقعد تقولها لحبيبها: انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا استحيل ان انا ممكن اموت نفسي لو انت بعدت عني، انت مهما عملت فيا انا عمري ما هبعد عنك. اللي هو ضمن وجودها، غاب هيرجع يلاقيها زي ما هي، اهنها خنها عمل اي مشكله كذب عليها هيرجع يلاقيها زي ما هي، عشان كده ضمن وجودها، هو ده اللي بيسبب الاهمال. برضك انت عارفه، برضك هنقول برضك الراجل برضك ساعات بيستدعي ان هو ما بيهملش كده منه نفسه. في اسباب تستدعي الاهمال، ممكن في اول العلاقه لو في حاله زواج في اول العلاقه بيكون مهتم بيها، هي بتيجي ايه سبب ان هي اهمالها في نفسها، اهمالها في ذاتها، وده بسبب مسؤوليه الحياه، الزواج والاولاد والحمل، وكل ده بيؤدي الى ان الراجل بيفقد ان هي فقدت اهتمامها بيه. دي حاجه. تاني حاجه المشاكل، كثره الزن عليه بيؤدي لخروجه بره البيت لفترات طويله. طبعا ده برضك نوع من انواع المشاكل. طبعا. يعني هنا بنقول برضك ان الراجل مش كل حاجه ان هو بيهمل فيها. كثره الطلبات، انا عايزه برضو دي بتعمل مشاكل. وكثره برضو المشاكل بتاعه الولاد اللي هي على طول فرضها في البيت وما فيش وقت ليه، هي دي برضو بتخلق المشاكل وبتخلق ان هو يهمل ويبص لحد بره، مش كده برضو؟ طيب احنا برضك عايزين نقول دفء العلاقه فين؟ هنا دفء العلاقه فين؟ فين دفء الحب؟ فين دفء المشاعر؟ فين الوعود اللي ابتدوا مع بعض فيها من الاول؟ اللي هم ابتدوا ان هم يمشوا واحده واحده مع بعض فيها، ليه الاهتمام يعني وصل للدرجه ديت؟ يعني ان هو حصل فجوه ما بينهم وبعد. الاهمال وصل للدرجه ديت. ايوه الاهمال وصل للدرجه ديت ليه؟ ما انا بقول لك عشان هو خلاص بقى في مشاكل في البيت، فبقى يدور على حاجه بره البيت. ده بالنسبه للمتجوزين، لكن في الحياه العاديه لا، هو ضمن وجودها. وكمان على فكره انا برضو مش عايزه اظلم الراجل، لا هي في رجاله فعلا بتبقى مشغوله، يعني هو مشغول في شغله، انت كمان اشغلي نفسك باي حاجه، انزلي اشتركي في نادي، العبي رياضه، روحي عند صاحبتك، روحي اعملي شعرك، اقري حاجه مفيده، يعني ما تخليش تبقي كل شويه زن عليه زن عليه زن عليه، انت فين بتعمل ايه، انت فين بتعمل ايه. هو ده برضو هو ده الاهتمام بقى المدمر اللي انا بتكلم عليه، ان هو خلاص بيزهق منك كتر الملاحقه عليه، خليه يزهق منك، اديله مساحته الشخصيه يقضي يومه براحته زي ما هو عايز، مش كده برضه؟ انا معاكي ان هي ممكن تديله مساحته الشخصيه ان هو يقضي يومه زي ما هو عايز، بس برضك هنرجع نقول ان هو برضك الراجل بيرجع يبقى فيه الاهمال المتعمد، الاهمال اللي هو ما فيهوش حب، ما فيهوش دفء، ان هو بيبص بره لامور كتير في حياته بيتركها هي في البيت، برضك مشاغل الحياه وهي برضك عتق الحياه عليها بيبقى كتير جدا، فلازم يبقى في تجديد في حياتها. يبقى مثلا
في تجديد، يبقى في فترة فيها يخرجوا فيها، يخرجوا يجددوا نشاطهم الحب، يجددوا إحساسهم، يجددوا مشاعرهم مع بعض. أيوة الروتين اليومي برضو، بس الروتين اليومي وحش إن هو على طول في الشغل ويروح البيت وهي على طول قاعدة في البيت، أو على طول مشاكل الولاد والدراسة وتعمل أكل والخروج وتروح عند أمتها والكلام ده كله، هو ده أيوة. برضو الروتين اليومي مش حلو، هو برضو بيخلق مشاكل وبيخليه برضو محمد اطلعي. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معانا أول اتصال. انا محمد من القاهره يا فندم. اهلا وسهلا يا محمد. هو بس انا كنت بتكلم، انا عندي مشكله بس مش عارف انا احلها ازاي. اتفضل. هو انا كنت خاطب واحده، وبرضه بسبب يعني عدم الاهتمام ان هي كانت ضامنه ان انا معاها، يعني اللي هو ما فيش اهتمام بيا، يعني كنت انا لازم اهتم بيها وانا لازم اتصل. وطبعا بناء على كده ان الموضوع ما استمرش، لان حسيت ان ما فيش منها اي اهتمام خالص واحنا لسه في بدايه العلاقه نفسها. فبالتالي انا ما بقتش عارف هل انا غلطان ان انا بهتم بيها وهي ما بتبادلنيش ده، ولا انا مش عارف كان المفروض ان انا اعمل ايه. لا هي ممكن انت كنت موجود في حياتها، مش ما كانش في حب من البدايه، انت كده كنت موجود في حياتها شيء احتياطي، ان هي لو لقيت حد بديل او افضل كانت هتستعين يعني بيه، لكن انت كده مش ما كانش الموضوع فيه كده حب، انت كنت واخد الموضوع حب وهي لا. اصل الحب اخذ وعطاء يعني، مش اخذ بس يعني. طب كده حضرتك، طب انا كنت اعرف ازاي؟ يعني انا دلوقتي انا المفروض ان هي تبقى في يعني مبادله للمشاعر. انا النهارده انا لما اجي برتبط بحد انا ببقى يعني المفروض يبقى في يعني ارتباط بالمشاعر، في ما ينفعش يبقى الموضوع بس انك تاخد ما تديش. فانا ما اعرفش انا كده، انا ايه اللي خلاني غلطت خلاني الموضوع ده ان انا ما افكرش ارتبط اصلا تاني خالص. معقوله يعني انت اتعقدت خلاص من كل البنات يعني؟ هو مش سعيد بس حسيت ان تقريبا النمط واحد، لو اهتميت بحد مش هيهتم بيك. لا ابدا، النمط مش واحد، كله بيختلف غير بعضه. انت الاول الاختيار كان من الاول سيء، ان هي اختارتك مش حب اصلا، ويعتبر هي اختارتك كمصلحه او شيء مرحله معينه بحياتها، وانت اتعاملت معاها بكل الحب بكل الود والدفء اللي عندك من داخلك جواك، فيعتبر انت مش غلطان، هي شخص سيء وفي اكيد نماذج كويسه كتير في الحياه، فلازم يعني تجرب تاني وتشوف حياتك تاني. هجرب واحاول، ربنا يسهل يا رب. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله لما اتكلمنا المره الجايه تقول لنا ان انت خطبت. ان شاء الله باذن الله. ايش يا فندم؟ طيب نرجع فاصل، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. للاسف ما فيش فيديو، بس هنستقبل معانا مكالمه. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بيكي، مين معايا؟ اتشرف بيكي. انا رحاب سعده، اخصائيه نفسيه، اخصائي نفسي كلينيكي. اهلا بيكي استاذه رحاب. اهلا بحضرتك. ايه رايك في موضوعنا النهارده عن الاهتمام؟ بجد اول حاجه كنت عايزه اقولها ان موضوع جميل جدا، لاني بس مش هيفيد متجوزين او هيفيد ناس مخطوبه، لا هو هيفيد كمان الناس اللي هي مقبله على الجواز. تمام. ان انا من خلال ان انا لو انا حد داخل على جواز، فانا من خلال الخبرات اللي انتوا بتعرضوها فانا هستفاد اكيد، وهستفاد من حل المشاكل دي. تمام. طب انت ايه رايك في المشكله اللي فاتت، الولد اللي كان خاطب وكانت خطيبته مش بتهتم بيه وكانت عاملاه زي محطه في حياتها؟ طيب انا عايزه اقول ان مشاكل كتيره بتحصل بين المتجوزين او المخطوبين، لان مفهومهم بيبقى غلط عن الاهتمام. بمعنى ايه مفهوم غلط عن الاهتمام؟ بمعنى ان انا كل واحد فاهم الاهتمام باسلوبه هو، يعني كل واحد ليه اسلوب كده لتفسير الاهتمام. طيب عايزين نوضح ايه بقى الاهتمام الحقيقي من وجهه نظر علم النفس. الاهتمام هو احتياج نفسي بيحتاجه كل الاشخاص. مظبوط. بمعنى ايه؟ ان انا محتاجه حد يسمعني، محتاجه حد يحس بيا، محتاجه حد يتكلم معايا، حد يحل معايا مشاكلي، حد يقدرني. طيب الاهتمام ده هل هو ذو اهميه في حياتنا ولا لا؟ هو الحقيقه ان الاهتمام ده احتياج زيه زي الاكل، زي ما انا محتاجه ان انا اكل، انا محتاجه ان حد يهتم بيا. الاهتمام مش في حياه المحبين بس، الاهتمام الاب بولاده، اهتمام الاسره. بالظبط بالظبط.
زي ما انا محتاجه اهتمام من جوزي، انا محتاجه برضو اهتمام من الاب، محتاجه اهتمام من الام. مظبوط. طيب امتى بقى بتحصل المشكله، وليه بتحصل مشاكل كتير بين المتجوزين او المخطوبين في حته الاهتمام؟ زي ما قلت ان المفهوم بيبقى غلط عن الاهتمام. تمام. طيب لما الشخص دون يبقى في حاله احتياج دائم للاهتمام، هو عايز اللي قدامه يهتم بيه بشكل مستمر، صح، اللي قدامه يسمعه بشكل مستمر، اللي قدامه متاح ليه طول الوقت. فهل هو ده ده اللي انا كنت منطقي؟ بتكلم فيه، ان هو متاح قدامها طول الوقت، لا هي كمان تشغل وقتها بحاجه عشان ما تبقاش زنانه عليه. بالظبط، لان ما فيش حد متاح للتاني طول الوقت. مظبوط. هو ده الحقيقه، بس اعتقاد الاختلاف خطا هنا هو، تماما. ثانيه واحده، الاختلاف هنا هو ان هو بيكون مهتم بيها في اول العلاقه 24 ساعه، رايحه فين، جايه منين، بتكلتي، شربتي، الكلام ده كله. بعد كده الاهتمام ده بيقل، فهي بتحس بفقدان في المشاعر، في الاحاسيس. نقدر نقول الزهوه الاولانيه راحت. بس هي الزهوه الاولانيه دي، لاني تفسيرها في علم النفس ان الراجل هانتر، بمعنى ايه؟ ان هو صياد، هو بالظبط. بدايه علاقته بحد بيحاول ان هو يصطاده بكل مظبوط. الطرق، ان هو يصطاده، هيبذل مجهود بقى بكل الطرق. هو عارف ان الانثى بتحتاج للاهتمام، هو صح. عارف ان هي محتاجه ان هو يسال عليها طول الوقت، فهو هيعمل ده لحد ما يصطادها بقى، او ولما ان هو يصطادها بقى يلاقيها خلاص ضمن وجودها خلاص. على هو فكرة لما لا، بيعرف مش ان ضمن هي وجودها، موجودة. لا بالعكس، هو مش ضمن وجودها، لان هي هتحس بالاهمال وبالتالي هتبعد، ويبقى في تجاهل، البنت على فكرة بتمشي وهتبقى ورا مدمرة، الكلمة ويبقى الحلوة. تجاهلها مدمر. بالظبط. هو والطبطبة، يعني زي حسين الجسمي كده لما قال لقيت الطبطبة. هو الحقيقة مش بيهمل بطريقة كاملة او 100%، هو بيهمل بس بجزء بسيط، بيتعامل بقى، بيبدأ يتعامل بطبيعته، بيركز على شغله وبيركز على حاجات تانية. لا، ما هو لو في حب ما بينهم هي اكيد هتسنده في الامور ديت. لا، دايما الانثى بتحس بالتغير الكامل، لو الراجل اتغير منها تغير كامل جدا، غير التغير الجزئي. التغير الجزئي اللي هو مثلا بيكون مشغول في حياته هي وفي تسنده، شغله، المفروض لو هو مشغول وهي هي بتسنده تسنده في امور وتقدر الحياه. مشغول. اما هو لو هو مثلا بيتجاهلها تجاهل كلي، ده لا مرفوض، لان التجاهل الكلي هو اكيد بيبقى في حاجات تانية بداها عنها، اولويات تانية. طيب انا عايزه اوضح حاجه، ان في توقعات بتبقى غلط عن الجواز. بمعنى ايه؟ ان الراجل بيبقى داخل بتوقعات، والست برضو داخله بتوقعات، فلما التوقعات دي تبقى غير منطقيه وما ينفعش ان هي تتطبق على ارض الواقع، او ان انا بعد ما اتجوز ما لاقيش التوقع اللي انا لاقياه زي الاهتمام طول الوقت اللي هو مش منطقي، فطبعا ده هيعمل لي مشاكل. طيب توقعات الزوجه بتبقى ايه، او التوقعات الخاطئه للزوجه؟ ان هو يبقى رومانسي طول الوقت، يهتم طول الوقت، يسمع طول الوقت، ان هو يشيل مسؤولياتها، يحب اهلها. انما هو بالنسبه له لا، هو توقعاته ان هي تسمع الكلام، ان هي تدلعه، ان هي تبقى مهتمه بيه طول الوقت، ان هي ما تقولوش انت رايح فين وجاي منين. طب معلش، ما لازم، ما هي زي ما بتسمع الكلام وبتدلعه طول الوقت، لازم هو كمان يعمل ده، ما يبقاش اخذ بس، يعني الحب اخذ وعطاء. بالظبط، ان العلاقه لازم تبقى متبادله. بس المشاكل بتبدا من ايه؟ ان كل واحد بيركز على توقعاته، كل مظبوط، واحد عايز احتياجات تتنفذ له. ده صحيح. هي الزوجه محتاجه احتياجات معينه مركزه عليها، انت ما بتهتمش ليه، انت ما بتسالش ليه، هو انت ما بتدلعينيش ليه، ما بتهتمش ليه، ما بتلبسيش ليه، بتساليني رايح فين وجاي منين، انت مش واثقه فيا. ايوه، هو بقى ده الزوجه اللي بتلاحق جوزها. انت ايه رايك؟ ده انا بسميه الاهتمام المدمر. صح. بالظبط، هو الاهتمام زيه زي اي حاجه، يعني لو زاد عن حده اكيد هيدمر، هيدمر مظبوط العلاقه، مظبوط، هيدمر الشخص نفسه. بمعنى ايه؟ ان انا لو اهتميت باللي قدامي قوي، اول حاجه عايزين نوضح ايه سبب سوري. اهتمامي باللي قدامي قوي. اللي بيهتم باللي قدامه قوي بيبقى شايف قيمته في عين اللي قدامه، يعني انا محتاجه ان اللي قدامي ده يقول لي انت جميله، انت حلوه، انت كنتي متغيره النهارده، علشان احس بقيمتي، تمام، وان انا مصدر السعاده اللي قدامي برضو، ان انا احس بسعادتي من خلال الكلام اللي قدامي. طيب حضرتك نصلح شرفتينا ده يا ازاي؟ دكتوره، ويعني كلامنا على الاهتمام هياخد حلقات كتير جدا، واكيد حضرتك معانا وموجوده معانا في الاستوديو، بس للاسف وقت حلقتنا خلص ومضطرين نختم. تابعونا على صفحة البرنامج ضرورتين وراجل، ومستنين آرائكم ورسائلكم.
دمتم في سعادة وراحة بال، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا دورتين وراجل. باي باي.